لا توكل على الله، حول ولا قوة إلا بالله. Bu, ya. Pak, ya Pak, makasih Pak ya. Ya Pak. Ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل. أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل متابعين نستبع في الكل، تحية إليكم أينما كنتم. جزاكم الله خير يا إخوة على الدعم وعلى تعليقاتكم، تعليقاتكم حقيقة تشجع، جزاكم الله خير. نواصل رحلتنا يا إخوة، متجهين نحو الميناء، اسم المنطقة بالتحديد اللي فيها الميناء ميناء سابي. الميناء يبعد على الفندق اللي نمنا فيه البارح تقريب 197 كيلومتر، فمسافة بسيطة. إن شاء الله نوصل اليوم للميناء، إن شاء الله نجد باخرة يا إخوة، لأن الوجهة إلى جزيرة لابوان باجو. الجزيرة اللي ذكرتها لكم آخر مرة اللي هي نقطة عبور إلى جزيرة الكومودو. الكومودو اللي ما يعرفش الكومودو هي سحلية يا إخوة، ولكن حجمها كبير، يقال أنها من سلالة الديناصورات. فهذه وجهتنا، طبعا حاب نكتشف هذه الجزيرة، ولكن لازم نوصله إلى لابوان باجو. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا المنظر يا إخوة، الطريق يطل على البحر والجبل، منظر جميل بصراحة. ما شاء الله تبارك الله، مدة الرحلة يا اخوة طبعا في الباخرة من منطقة سابي الى لابوان باجو من 8 ساعات الى 10 ساعات، مش متأكد بالضبط، بعدين نقول لكم ان شاء الله. فان شاء الله يا رب نلقوا باخرة ما نتأخروش، ان شاء الله ما نضطروش ننام ليلة في قريب الميناء، لان في بعض الحالات يا اخوة الباخرة تكون غير موجودة، فلازم ننتظر يكون في جدول معين. مثلا الباخرة تكون يوم الاثنين، يوم الاربعاء او يوم الخميس مثلا، ليس كل يوم. وفي بعض الحالات يكون العبارات متوفرة كل يوم، يعني لحسب. يعني طريقنا اليوم جميل يا اخوة، الحمد لله انا مستمتع فيه، طريق جيد والحمد لله، اشجار وخضرار كما تشوفوا، أجواء حارة يا إخوة ما شاء الله كالعادة طبعا، ولكن تعودت يا إخوة الحمد لله. طبعا البداية كانت صعبة يا إخوة، لا أخفي عنكم، طبعا هذه أول تجربة تعتبر لي كما قلت لكم قبل بالدراجة، طبعا لمسافات طويلة. أقصد أنا كنت دائما أقود دراجة، ولكن في المدينة أو مسافات بسيطة، ولكن هذه أول تجربة بالرحلة يعني بالدراجة مسافات طويلة، وأنا جدا مستمتع بهذه التجربة، وتجربة رائعة جدا، تعلمت منها عدة أمور يا إخوة ما شاء الله تبارك الله. فكانت البداية صعيبة يا إخوة، كان في تعب ورهاق، والقيادة لمسافات طويلة متعبة، والجلوس على كرسي الدراجة كذلك متعب، ولكن سبحان الله مع الوقت تعودت، يعني أخذت خبرة. يعني أنا مش خبير يعني دراجات، أو يعني من أنا يعني مقارنة بالرحالة والإخوة اللي جولوا العالم. يعني في اخوة عرب ما شاء الله جولوا يعني لفوا العالم بالدراجة يعني، وما شاء الله عليهم، يعني تعلموا منهم. وانا اخوكم في بداية طريقي، وليش لا في يوم من الايام نكون مثلهم؟ ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، كل شيء ممكن في هذه الحياة يا اخوة. اهم شيء الصبر والمحاولة، لازم تحاولوا، لازم تحاولوا دائما، ما تقول هذا الشيء صعب وانا ما استطيع. عندك شغف معين، عندك هواية، حاول واسعى فيها، حاول تطورها، ودائما يعني خليك يعني متفائل الخير يعني، وحلمك لازم تسعى له يعني، وتسعى له وتصبر عليه وتأخذ بالأسباب، وما في أي شيء مستحيل. وأبدأ مهما كانت ظروفك، مهما كانت إمكانياتك، أبدأ في أي مجال، يعني مش في مجال الدراجات فقط، يعني في أي مجال أبدأ في مجالك بأقل إمكانيات، وبعدين تتطور بإذن الله. هذه نصيحتي لكم يا أخوة.
ولا تسمعوا كلام المفشلين. عرفتوهم المفشلين؟ المفشلين هم اللي دائما تكون يعني كلامهم يكون يعني فيه سلبي، يعني لا انت ما تقدر وهذا شيء صعب عليك ويحتاج مال ويحتاج كذا وصعب وكذا. الناس مفشلين، دائما اسمع كلام الناس الإيجابية اللي تعطيك طاقة وتعطيك حيوية. فرسالتي يا إخوة من خلال هذا الفيديو، أي شخص عنده عنده هدف أو عنده شغف وحاب يوصل إلى هدف معين، أبدأ في هدفك وفي حلمك وطور نفسك واسعى واصبر وبإذن الله توصل يعني. والاستمرارية في أي شيء يا إخوة مطلوبة، يعني سواء أنت يوتيوبر مثلا صانع محتوى لازم تستمر، سواء أنت تعمل في شركة، أنت عندك تجارة، أي شيء لازم ده الاستمرارية في العمل وفي الجهد اللي تقدمه، وهذه الاستمرارية بعدين تعطي ثمرة بإذن الله، والحمد لله على كل حال. طيب يا أخو، ما زلنا مسكين الخط كما تشوفوا. طريقنا اليوم بصراحة طريق جميل جدا، طريق رائع، أنا مستمتع يعني في القيادة بهذه يعني في هذا الطريق. كذلك يا إخوة، لما تقودوا الدراجة بالأخص مسافة طويلة لازم تمسكوا المقود يكون يعني بقوة، ما تتساهلوا مع المقود بالأخص لما يكون الطريق فيه حفر، إن لا سمح الله دراجتكم تدخل في حفرة ويكونوا أنتم مسكين المقود مش يعني مسكينة مسكة كويسة، ممكن تطيحوا يسبب الوقوع. ولكن يكون الطريق مستقيم والطريق جيد عادي يمسكوا المقود بكل أريحية، ولكن دائما تكون يعني مسكتكم للمقود تكون بتحكم، يعني لازم تكونوا انتم متحكمين في دراجتكم، يعني مش الدراجة متحكمة فيكم. دنجي كتير دنجي انا سبي وبالنسبة للإخوة اللي حابين يدخلوا في عالم الدراجات وعالم الرحلات، في ناس طبعا عندها شغف وعندها يعني هواية وحابين يدخلوا في هذا العالم عالم الدراجات ويسووا رحلات يعني يلفوا يعني بلادهم أو العالم أو حسب كل واحد وظروفه والإمكانيات المتاحة، أنا ننصحكم الدراجة اللي راح تشتروها لما تنوي تجيبوا دراجة يعني تجيبوا دراجة مناسبة لك يعني تكون مناسبة لك، يعني كل شخص وطبعا ولياقته البدنية، كل شخص وقدراته. ما تشوف الناس الآخرين دراجة كبيرة BMW مش عارف وزنها كم كيلو، الدراجات الكبيرة هذه أخوة ثقيلة يعني تحتاج إلى شخص يكون قادر عليها. فأنت أبدأ بدراجة تناسبك، تناسب لياقتك، تناسب طولك، تناسب جسمك، حتى تكون أنت متحكم في الدراجة يعني. وبعدين لما تكون عندك خبرة في القيادة ومع الوقت تجيب دراجة كبيرة. أنا على سبيل المثال الدراجة هذه اللي عندي الآن نسبتني طبعا وحابة أغيرها بكل صراحة لا أخفي عنكم. إنسان دائما يطمح للأهل الأحسن ودائما يطور من نفسه، ما في بأس أنك تطمح. الو بو، هذا برتاماكس. برتاماكس ها او هذا برتالايت. اوكي قاعدين نبحثوا على البنزين يا اخوه، لسه ما حصلناش، انا ما لقيت اي محطه وهذه الاخت ما عندها بنزين مناسب. الحمد لله يا اخوة قطعنا اكثر من 80 كيلومتر الحمد لله. برتاماكس سامبي بلو يا
some people. Yeah. طيب يا اخوة الحمد لله عبينا بنزيننا امورنا طيبة. قبل شوي تكلمنا على الدراجات، قلت لكم انا ان شاء الله ناوي ان شاء الله لو تتيسر اموري طبعا تكون في امكانيات الله سبحانه رزاق ليش لا نغير الدراجة. ليش نغير الدراجة؟ طبعا الدراجة اللي عندي حاليا هي من نوع ياماها ان ماكس محرك 155 سي سي، دراجة جيدة يعني معقولة مشي حالها، ولكن مع التجربة يا اخوة لما جربت الرحلة بهذه الدراجة حسيتها غير مناسبة بحكم الوزن يا أخوة. طبعا هي عندها وزن معين، الدراجة هذه تشيل وزن معين، فأنا ما شاء الله وزوجتي والشنط اللي عندي لو تشوفوا الملاحظين يعني عندي شنط يعني شنطة على اليمين وشنطة على اليسار وشنطة في الخلف، ووزني أنا ما شاء الله يعني أكثر من 90 ومعي زوجتي، فحسيتها يعني ضاغط عليها يعني حتى لما يكون طريق صعب مثلا يكون في صعود وكذا وبعطيها بنزين نحسها ان الدراجة يعني سبحان الله هي مش مقصرة على كل حال دراجتي، ولكن حاسة ان هي ضغط عليها اكثر من اللازم، فانا قلت نغيرها الى ياماها اكس ماكس. طاح شوي يا اخوة جو حار ما شاء الله دوية yeah. شو زند يا اخوة ما شاء الله. طبعا يا اخوة وصلنا لمنطقة اسمها بيما، بقى على الميناء تقريبا 80 كيلومتر، ولكن اجواء حارة ما شاء الله تبارك الله كوكونات. نواصلوا خطنا يا اخوة وان شاء الله تكون رحلة موفقة، دعواتكم يا اخوة. بالنسبة للدراجة اللي ذكرتها لكم قبل شوي ياماها اكس ماكس، هي اكبر من ياماها ان ماكس. ياماها ان ماكس طبعا محرك 155 سي سي، بينما الاكس ماكس محرك 250 سي سي، وحتى حجمها اكبر والكرسي كرسي يعني المقعد الجلوس اوسع ومريحة اكثر حقيقة. طبعا سعرها في حدود 60 مليون روبية، بينما الدراجة اللي عندي سعرها 33 مليون روبية، فتقريب ضعف السعر الدراجة اللي عندي. هذه مستقبلا ان شاء الله ربما تكون معي امكانيات ان شاء الله ونجيبوا دراجة مثل هذه ونسوي بها رحلة ان شاء الله تكون رحلة حول العالم ليش لا ان شاء الله يا اخوة دعواتكم. طبعا قاعدين نمر الان على طريق صعب شوي، طريق كما تشوفوا قاعدين طبعا هو قاعدين يصلحوا فيه، ما زلنا مواصلين ان شاء الله للميناء. وكذلك يا اخوة ما تضغطوش على انفسكم في الرحلة، يعني ما بين مسافة ومسافة حاولوا تاخذوا قسط من الراحة، تشربوا ماء، تاكلوا يعني تتغدوا، تصلوا، فما تضغطوش. يعني انا على سبيل المثال كل 50 كيلو 40 60 على حسب يعني لازم اتوقف مده معينه ارتاح اشرب ماء وارتاح حتى تكون رحله ممتعه وغير يعني شاقه، يعني ان الجلوس على دراجه مسافات طويله متعب جدا يا اخوات متعب يعني، فلازم كل بين مسافه ومسافه تتوقفوا ترتاحوا تستمتعوا تشوفوا المناظر الطبيعيه تاخذوا صوره للدراجه. طبعا راح تمروا على جبال غابات انهار، فالمناظر هذه الطبيعيه استمتعوا بها يعني مش تمروا عليها بس بالدراجه، لا توقف خذ قسط من الراحه وعادي تتاخروا يعني، ولكن اهم شيء سلامتكم وراحتكم يعني اهم من كل شيء. والسرعه كذلك انا ذكرت ونعاود نذكر السرعه، ما تقودوش الدراجه بسرعه يا اخوه، حاولوا ديما السرعه تحكموا في السرعه ستتأخروا ما فيش مشكلة، أهم شيء السلامة أهم كل شيء، أحسن من تقود دراجة في ماشي 100 ولا 120 على شناوي يعني عجلتين يعني أقل شيء لا سمح الله يتسبب حادث وأنتم في مسرعين. الطرقات هذه طبعا فيها أبقار فيها حيوانات مثلا بقرة قاطعة الطريق ولا كلب ولا أي شيء، فمشكلة هذه، ولكن لما تكونوا متحكمين في السرعة تكون دائما الأمور أفضل.
انا مثلا كل يوم اقطع مسافة ما بين 250 ل 300 كيلومتر، يعني ابدا الصباح طبعا الساعة 6:30، الساعة 7 صباحا، الساعة 6 5:30 مساء اتوقف، وبعض الاحيان ليس كل يوم يعني اضطر حتى اقود في الليل، يعني للساعة 10 9:30 على حسب الظروف، ولكن كما قلت لكم كل 50 كيلومتر، كل 40، كل 60، على حسب، بعض الأحيان 70 كيلومتر، يعني كل ساعة ساعة ونص أتوقف يعني. طيب يا أخوة، ما زلنا مواصلين طريقنا، إن شاء الله قربنا نوصل للميناء، منطقة سابي، هذه المنطقة اللي فيها الميناء. الحمد لله اليوم مرينا على مناظر طبيعية جميلة وطرقات جميلة جدا. الطريق لنا فيه حاليا، شوفوا يا أخوة، طريق جميل بصراحة. ما زلنا مواصلين إلى غاية الميناء. طبعا لحد الآن أخذنا العبارة أكثر من مش عارف كم مرة، أول مرة طبعا من جزيرة سومطرة لجزيرة جاوة أخذنا عبارة، وبعدها مشينا كل جاوة بر بالبر، وبعدين أخذنا العبارة إلى جزيرة بالي، وبعدها من جزيرة بالي إلى جزيرة لومبوك، ومن جزيرة لومبوك إلى جزيرة سومباوا، ومن جزيرة سومباوا اللي احنا فيها الآن رايحين إلى جزيرة لابوان باجو، فهذه كلها بالعبارات ما شاء الله تبارك الله. طبعا لأن إندونيسيا طبعا معروفة من أكثر الدول اللي فيها الجزر، هي كلها جزر طبعا، جزيرة سومطرة، جزيرة جاوة، جزيرة سولاويسي، كاليمنتان، بابوا، لابوان باجو، بالي، لومبوك، هذه كلها جزر يا أخي. ولكن سبحان الله يا اخوة، طبعا الطرقات يعني موجودة يعني في كامل اندونيسيا لحد الان، يعني الطرقات جيدة كما تشوفوا، يعني طرقات يعني متوفرة، يعني طرقات سوى يعني بالبر، يعني بالدراجة وبالسيارة يعني متاحة الطرقات، ولكن لما تكونوا يعني رايحين لجزيرة اخرى مضطرين انكم تعبروا بالعبارة لانها بحر او بالطيارة طبعا. وكذلك يا أخوة نقطة مهمة، الحمد لله طبعا إندونيسيا كبيرة جدا، وبرغم مساحتها وجزرها المتنوعة متعددة، موجودة يعني وسائل النقل مثل الباخرات، العبارات موجودة يعني في كل جزيرة، ما بين جزيرة وجزيرة تجد يعني ميناء يكون فيه عبارة، فموفرين مواصلات الحمد لله، ميسرة الأمور يعني، في طرقات كما تشوفوا، في باخرات، في مطارات، فممكن تتنقلوا إلى كامل أندونيسيا يعني بوسائل مواصلات متعددة، سواء على البر أو على البحر أو على الجو. طيب يا أخوة وصلنا للميناء وللحمد، إن شاء الله نجي نلقوا عبارة، والله يسر. اي هاي هلو با، هذا كابال كيف لابوان باجو؟ ها طيب يا اخو، وصلنا للميناء طبعا، ولكن ما زلنا ننتظر في الباخرة، ان شاء الله خير. ما زلنا ننتظر الباخرة يا اخو، لحد الان ما وصلتش، قالوا لنا الساعة 4 وما زلنا ننتظر، حاليا فتنا الساعة 4، ان شاء الله يكون في باخرة اليوم بس حتى ما نضطر ننام قريب من الميناء، ومصاريف زيادة وانتم عارفين يعني. وهذا الوضع يا اخو، ما زلنا منتظرين. شوفوا الباص هذا يا اخو، الظاهر انه موديل قديم جدا ما شاء الله. ايه وين رايح يا حمزة؟ شوف انتظر الباخرة. الو تعرف يابا، بسم الله الرحمن الرحيم. الو
been off the pitch. طيب يا اخوة، واخيرا طلعنا الباخرة. طبعا مدة الرحلة 8 ساعات يا اخوة، 8 ساعات يعني مدة لا بأس بها، فان شاء الله نكون سلمين غنين. الحمد لله يا اخوة، وجدنا مكان حطينا فيه البساط ناموا فيه ان شاء الله. كما قلت لكم 8 ساعات في الباخرة واكثر حسب الظروف. الحمد لله على كل حال، في طبعا اماكن للنوم يا اخوة مثل السرير وغرف صغيرة، ولكن ما شاء الله يعني عدد الناس يعني زحمة اليوم الباخرة يعني. صباح الورد، والله كانت نومة طويلة في العبارة يا اخوة. ان شاء الله قربنا نوصله الحمد لله. Yeah, thank you. Okay. Thank you. الحمد لله يا اخو، وصلنا سالمين غانمين الى جزيرة لابوان باجو. نحن الان في جزيرة اخرى يا اخوة، متجهين نحو الفندق. الو الو، الحمد لله يا اخو وصلنا الفندق، ولكن ما في احد. ما في احد الفندق يا اخوان، نسوي تشيكين، ما في لا موظفين ولا شيء، فننتظر ان شاء الله. فنادق هنا غالية شوية يا اخوة، بالاخص الفنادق اللي قريبة من الشاطئ من البحر، ولكن الفندق هذا رخيص فلازم ننتظره، ولكن لحد الان تقريبا اكثر من الساعة ننتظره، ما زال ما جاء احد حتى ندخل الغرفة نسوي يعني اجراءات الدخول. الحمد لله، ان شاء الله نكتشفوا هذه الجزيرة يا اخوة، نصور لكم فيديوهات باذن الله. على كل حال يا اخوة، باش ما يكونش الفلوق طويل، هو اصلا طويل انا عارف. نخليكم ان شاء الله نتقابلوا فيديو جديد. جزاكم الله خير، ما تنسوش دعم الفيديو، اشتركوا في القناة وانشروا هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.